الأحد 15 من سبتمبر لعام 2019، برج الحمل. مهنياً الحظ يرافقك كيفما اتجهت، والسعد يواكبك ويتقدمك لينير طريق النجاح، وذلك بفضل استقامتك وجهدك. عاطفياً يحاول الحبيب أو الشريك اليوم القيام بالخطوة الأولى لتحسين علاقته العاطفية معك بعد أن شابها الضعف، ويتخذ خطوات جيدة وغير عادية. برج الثور. مهنياً تتجاوز بعض الصعوبات المهنية بفضل ذكائك وحكمتك ومتابعتك للأمور بشكل عقلاني ومنهجي. عاطفياً العازب تلتقي في إحدى المناسبات بمن يخفق قلبك له وتحاول التقرب منها. المتزوج وازن بين حاجات العمل وبين علاقتك العاطفية مع الشريك كي تبقى شعلة الحب متوهجة ومستمرة. برج الجوزاء. مهنياً تقف اليوم حائراً أمام خيارين لتنفيذ مشروع كنت قد أمنت وسائل تنفيذه. ابحث عن خيار ثالث واستعن بالمختصين لنجاحه. عاطفياً العازب قد يتحول الحب إلى كره إذا تأكدت أن الحبيب يستغلك، وربما تندم على كل تضحية من أجله. المتزوج لا تظن أن علاقتك مع الشريك هي علاقة عاطفية تقوم على الحب فقط، وتذكر أنها مسؤولية بناء أسرة ناجحة. برج السرطان. مهنياً يبتسم الحظ وتتاح لك فرصة لتحسين وضعك المهني، وتستغلها بذكاء وتحقق حلماً عملت من أجله طويلاً. عاطفياً العازب تشعر بالحب وتعيش لأول مرة مشاعر صادقة وتحاول أن تعترف للحبيب بها، ولكن بعض الفوارق الاجتماعية تمنعك من ذلك. المتزوج تعيش اليوم مع الشريك لحظات من الحب التي تجعلك في عالم آخر فيه المتعة والسعادة. برج الأسد. مهنياً تجد أمامك فرصة تساعدك على تنفيذ أفكارك وآرائك، مما يزيد إصرارك على التمسك بمبادئك. عاطفياً العازب كن متسامحاً مع الحبيب وابتعد عن الانفعالات السريعة والمتناقضة والغير عقلانية. المتزوج تكتشف أن الغيرة عثرة في طريق صفاء علاقتك مع الشريك وتحاول التخلص منها. برج العذراء. من مواليد هذا البرج في مثل هذا اليوم الفنان إسماعيل ياسين، والفنانة ياسمين رئيس، والفنان عزة العليلي، والفنانة ناهد رشدي، والفنان شفيق نور الدين، والفنانة عزة مخلص جمال، والفنانة دعاء مصطفى رجب، والفنان البحيري، والفنان محمود غريب، والفنانة منحة زيتون، والفنانة جواهر، والفنانة مارتينا عبدو، والفنان وائل كفوري، والفنان سيف الأسواني، والفنانة نجلاء شعير. مهنياً نجاح كبير على المستوى المهني يتحقق بفضل جهدك ومثابرتك ومساعدة أحد أفراد الأسرة، وهذا يفتح أمامك طريقاً لتحقيق حلمك القديم بإنجاز شيء مميز. عاطفياً العازب تتحقق أمنيتك في أن تلتقي بشخص واحد لا أكثر مميز وصادق بعواطفه لتعطيه قلبك. المتزوج تكتشف أن الشريك متعلق بك إلى أقصى حد ولا يستطيع أن يتنفس إلا من خلالك، وهذا يشعرك بمسؤوليتك عن إسعاده. برج الميزان. مهنياً في داخلك قوة أكثر مما تتوقع، تستطيع من خلالها أن تواجه التحديات المهنية والصعوبات التي ربما تكون أمامك. عاطفياً حدث عاطفي هام وغير متوقع يكون له تأثيراً كبيراً على تغير نظرتك للأمور، ويجعلك تبتعد عن الحبيب، وربما يكون مؤشراً لضعف علاقتك مع الشريك. برج العقرب. مهنياً يتحول حلم جميل اليوم إلى حقيقة واقعية، وتبدأ الاستعداد لتغيير كثير من الأمور المهنية والعملية إلى الأفضل. عاطفياً العازب تلتقي بشخص يشدك بشخصيته اللطيفة ولباقته، وتشعر نحوه بإحساس خاص وتعتقد أنه الشخص الذي انتظرته طويلاً. المتزوج يسامحك الشريك على نزوة بريئة سابقة، ويبدي استعداده لفتح صفحة جديدة
من الحب والثقة. برج القوس مهنياً احذر اليوم عدوك مرة واحذر صديقك ألف مرة، لأنهما سوية سوف يستغلا مكامن ضعفك المهني في محاولة لتحقيق مصالحهما. عاطفياً تبعدك الغيرة الشديدة عن الانسجام والتفاهم مع الشريك أو الحبيب، وتسبب لك أزمة نفسية تتخلص منها بعد اكتشافك مدى إخلاصه وحبه لك. برج الجدي مهنياً تتعامل بهدوء وذكاء مع حقيقة مهنية واقعية وأساسية كنت تخاف من نتائجها، وتستطيع إزالة آثارها السلبية. عاطفياً العازب تمر بظروف غير عادية فيها الحب والتمرد والعشق والضياع العاطفي. المتزوج يقف الشريك معك بقوة في أزمة قد تكون عابرة ولكنها صعبة، ويمدك بالدعم المادي والمعنوي. برج الدلو مهنياً قد يعرض عليك أمر فيه كثير من المغريات والمخاطرة، ابتعد عنها كي تعيش براحة وأمان. عاطفياً العازب ربما تزداد الهوة بينك وبين الحبيب بعد أن تكتشف أنه مزاجي وعدم جدي في نظرته للارتباط. المتزوج لا تدع الشك يدخل إلى عقلك حتى لا يدمر علاقتك مع الشريك الذي هو في قمة الإخلاص والوفاء. برج الحوت مهنياً تزول اليوم الغيوم التي حجبت عنك رؤية الواقع، وتسطع أشعة الشمس لتنير درب العمل المثمر ولتوضح طريق النجاح المهني. عاطفياً العازب تعيش حالة من الحب والعشق بالخيال، وعندما تعود إلى الواقع تجد أنها مجرد أحلام. المتزوج تتخذ الاحتياطات اللازمة لتكون آمناً من غدر الزمان وتكون في قمة سعادتك مع الشريك بعد أن انتهى الخوف من المستقبل.